لها بصي انا باذن الله في يوم من الايام هتجوز تاني. اشتغل منشد ديني في الافراح الاسلاميه في بدايه حياته، وقال لمراته الاولى انا هتجوز، وكان الكلام ده ثالث يوم جوازهم. بياخد اكتر من 80,000 جنيه في الريفيو الواحد، ودعوه فتحت له طاقه القدر. اسرار هتعرفها لاول مره عن مصطفى محمود الشهير بالمزاجنجي. المزاجنجي واحد من اشهر الفود بلوجرز في مصر، اشتغل كل حاجه ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. جرب حظه في الفويس اوفر والالقاء وما نجحش، بعدها اتجه للانشاد الديني والدنيا بدات تحلو معاه، فعمل فرقه وكان بيطلب بالاسم. لكن فمره صاحبه عزمه على الغداء وقال له مراتي عامله لحمه راس وممبار وهتتبسط اخر انبساط، وافق بحكم ان دي اكلته المفضله. ساعتها مرات صاحبه طلبت منه يقول رأيه في الأكل، فلما قالوا أصحابه صوروا الكلام ونزلوها على السوشيال ميديا ونجح بشكل مش طبيعي. الفيديوهات جابت مشاهدات خيالية، من هنا كانت بدايته في محتوى الأكل. عمل قناة على اليوتيوب بينزل فيها ريفيوهات للمطاعم، أقل ريفيو دلوقت بيعدي سعره فيه 80,000 جنيه. المزا جانجي بيقول ان حب الناس ليه سببه دعوة والدته اللي كانت دايما تقوله ربنا يحليلك زادك يا ابني. ومن الحاجات اللي كتير من جمهوره ما يعرفهاش انه متجوز 3 وبيحب التعدد، وقال ده من صغره. اول جوازة ليه صالونات، ساعتها كان عنده 27 سنة. تصوروا قال لها في اول قعدة ليهم انه هيتجوز تاني في يوم من الايام، امتى ازاي ما يعرفش، لكن مسيري هتجوز. فعلا تالت يوم جوازهم فتح معاه الموضوع تاني. ساعتها عيطت وزعلت جدا، وحصل فعلا خناقة كبيرة، لكن سنة بسنة قدر يقنعها لدرجة انه لما اتجوز تاني هي اللي كانت بتجهز له هدومه. المزاجنجي بيقول على مراته الاولى رزق من ربنا، وانها عاقلة ودماغها كبيرة، علشان كده مستمرين مع بعض بقالهم 23 سنة. اتجوز بعدها اكتر من مرة، وحاليا مستقر مع 3 زوجات، التانية بقاله معها 9 سنين، والتالتة بقالها سنة. رأيكم ايه بقى في صراحته مع زوجاته؟ ولو انت مكان واحدة فيهم هتقبلي التعدد ولا لأ؟